هاي جايز، اليوم راح اشارككم تسريبات عن تحسيس الزيرو جرافيتي. حاليا جايز الموعد تبع الزيرو جرافيتي كل ما بصير اقرب اقرب اقرب، فالتحديث القادم يعني التحديث الضخم الكبير القادم هو طبعا الزيرو جرافيتي. فاليوم جايز في هذا الفيديو راح اشارككم تسريب جديد بخصوص هذا التحديث، ممكن نقول تسريب شبه رسمي بخصوص التحديث. طبعا بس انه بتعرفوا بالعادة التحديث بينزل شهر 6، فنحن كثير 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 قراب من موعد نزول التحديث، وشهر 6 اصلا قريب، فتقريبا نحن على مشارف الدخول لشهر 5، فشهر 6 شيء قريب، ويمكن اصلا التحديث ينزل على نهاية شهر 5. ما في كثير ضمان بموعد النزول، يعني مو ثابت يكون شهر 6، ممكن عادي يعني طبيعي انه ينزل نهاية 5، يعني كل شيء وارد. فاليوم راح اشارككم التسريب اللي وصل. اوكي، خلونا ناخذها شوي شوي. اول شيء التحديث القادم اللي هو يوم الثلاثاء راح يوصل ايميل. الايميل راح يكون عن الروبوت ارينا، عن منطقة الروبوتات الجديدة. راح تكون في منطقة ما بعرف بالضبط الفكرة تبعها، راح نعرف في الايميل، بس راح تكون في منطقة. تمام، هذه المنطقة وانتو لابسين الروبوت اللي هي الميكا، هذه الروبوتات، فراح تكون في منطقة مخصصة لهذه الروبوتات، يعني ممكن تكون منطقة رملية، منطقة ثلجية، whatever، ونحن نلعب فيها باستخدام هذه الروبوتات. هذا الشيء الصراحة فهمته من هذه الروبوتس أرينا. فشي كمان اوكي، هذه هي الصورة جايز، بتشوفوا في هذه الصورة جزء من بدلة زيرو جرافيتي، وراها في هذا الشيء، هذا المكان يعني، بس في شوية تعديلات عليه. فبتشوفوا البدلة وراها المكان. في كم من توقع، اول شيء ممكن نعرفه من هذه الصورة ان الزيرو جرافيتي قريب، يعني اقرب مما بنتوقع، ورح ينزل قريبا جدا جدا جدا. هذا الشيء اللي مؤكد وواضح ممكن نفهمه من هذه الصورة. ايش علاقة الروبوتس ارينا ببدلة الزيرو جرافيتي؟ بصراحة أنا في شيء خطر في بالي أنه ممكن تكون منطقة الروبوتات ما فيها جاذبية، يعني الروبوتات تكون كده بتطفو عالم وإشياء، يعني ممكن، يعني ممكن حتى يربطوا الزيرو كرافيتي بروبوت أرينا، خصوصا أن الزيرو كرافيتي هو التحديث القادم، فممكن يكونوا بيعملوا هذا الشيء. لأن مثلا بتعرفوا كل سنة قبل ما ينزل التحديث تبع الزيرو كرافيتي الأشجار بتصير كده يعني بتطفو، بتصير ما فيها جاذبية، هذا الشيء بصير كل سنة، فيمكن هذه السنة تكون الأشجار بتطفو وتكون منطقة الروبوتات ما فيها جاذبية، بعد أنه يربطوا شيئين بشيء واحد. ويمكن صورة عادية بس يعني تلميح، لأنه زيرو جرافيتي كثير كثير قريب، وهذا الشيء أصلا مؤكد ومعروف أنه رح ينزل قريبا جدا. هذه الصورة قلت لكم في بداية الفيديو أنه خبر شبه رسمي، لأنه اللي نزلتها هي أصلا شبه بتشتغل مع اللعبة، وبتعرف يعني اخبار، بتعرف تسريبات، لانه هي بترسم يعني لصالح الشركه، فبتعرف اخبار، فاخبارها صحيحه، فهذا الشيء يعني. فعموما ننتظر الشيء الرسمي المؤكد يوم الثلاثاء. فصراحه قاعد هذه الصوره اثبتت لي انه ممكن الزيرو جرافيتي ينزل نهايه 5، لانه الروبوت ارين وعلى طول الزيرو جرافيتي. ف يا صراحة زيرو جرافيتي من التحديثات اللي كثير حلوة وفيها أجواء حلوة، وأنا بحب الصراحة. رح يكون حلو كثير كثير لو نزل نهاية 5، يعني وفي الموعد المعتاد اللي هو 6 ونهاية 6 وهذا الفلسفة. فشوفوا جايز البيبي سيزن على وشك أنه يخلص، باقي 10 أيام. فحبيت في هذا الفيديو أشارككم هذا التسريب الجديد الحديث. أشكركم على المشاهدة وبشوفكم في الفيديو القادم.